بأسلوب فريد ومحبب قدمت جوقة صدى القادمة من يبرود أمسية منوعة من الغناء الجماعي بقيادة المايسترو باسل حداد، تضمنت أغاني تراثية وأخرى بلغات صينية وإيطالية وموشحات بأداء المشاركين من أعمار مختلفة، وذلك على مسرح قصر الثقافة في حمص. 55 ل 60 تقريبا الكورالين الكبار والصغار، هني قدموا قطعه كل حدا على حدا وقطعه مشتركه مثل ما شفتي. القطعه منوعه، في كان عندنا الموشح، كان عندنا اغاني مدليات خليط قديم جديد، كان عندنا اغاني بلغات متعدده بالصيني بالايطالي مثل ما شفتي حضرتك. ان شاء الله نكون توفقنا بالشيء اللي قدمناه. نحن هدفنا انه الكل الاعضاء الجوقه واللي عم يحضرنا يوصلوا شيء من الموسيقى المتنوعه. كانت عباره عن ثلاث مقطوعات للأطفال وثلاثة للكبار وشيء مشترك، ونحن يعني شعرنا بالفرح والسرور لأنه وجدنا تفاعل من الجمهور معنا. جاي على حمص على قصر الثقافة، حابة أقدم أغاني ومقطوعات دربنا عليها الأستاذ باسل، وأنا كتير تعب علينا وبحب أشكره. وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح، صدحت الجوقة بالغناء في ليلة ساحرة شهدتها حمص، رغم أنها المشاركة الأولى لهم. يعني مع أنه فرقة ما أنا محترفة مثل ما قالوا فرقة هاوي، بس قدمت شيء حلو أمتعتنا يعني خلال هالساعة ساعة ونص اللي قدمت فيها برنامج الفني الغنائي. رائع بالأكثر من رائع، يعطيهم ألف عافية، متعوبة عليا، ومنتمنى على طول يجوا على حمص ومديهم. وأهل حمص كمان بجننوا، نستقبلوا هالفرقة، وهو باسل من عنا من يبرود، يعني كل حفلة عم تكون أحلى من الثانية. يذكر أن الجوقة التي تأسست منذ 8 أعوام في أحلك الظروف حملت شعارا لها الموسيقى للجميع، قدمت في حمص أغاني جوهرها الحب بلغات عالمية من خلال الغناء الجماعي على طريقة الكورال. من مسرح قصر الثقافة في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.